السلام عليكم. برنامج النهاردة احسن برنامج يشغل فيديوهات الفي ار، يعني بمعنى اصح اي فيديو عندك على التليفون، اي فيديو انت نزلته تقدر تشغله على النظارة بتاعتك بمنتهى السهولة، بتقسم الشاشة نصين وبيتفرج على الفيديو براحته، ولا لازم بقى تدخل على يوتيوب وتجيب فيديوهات خاصة بالنظارة ولا الكلام ده خالص. تمام، البرنامج بمنتهى السهولة وبمنتهى اليسر، بتفتحه كده بالمنظر ده، تمام، بتختار الفيديو بتاعك من الفولدرات اللي انت حاطط فيها الفيديو مثلا. تمام، بتفتح الفيديو كده، تدوس بلاي، تعمل تشغيل. تمام، بيقسم لك الشاشة بالمنظر ده، تحرك شمال، تحرك يمين، تحرك فوق تحت انت عايز. طبعا في النقطة اللي انتوا شايفينها تحت اللي عند الكرسي الأحمر دي، مجرد ما بتسيبها هنا شوية على أي زرار من دول شغل اللي بعده، مش أي مشكلة. تعمل كده توقف، يعني انا بقول لك هديه. لو عجبك يا سيدي اعمل لايك، مش مشكله. لو ما عجبكش نعمل لك ان شاء الله اللي احسن من ده. سلام.